عبد الله يعقوب جاسم الوزان من مواليد عام 1944، متزوج وأب لأربعة أولاد، ابنان وبنتان، خريج معهد المعلمين وحاصل على الليسانس في التاريخ والتربية من جامعة الكويت، عضو سابق في مجلس الأمة في مجلس 1974، عمل في بداية مسيرته العملية معلما في مدارس وزارة التربية. مساء الخير ومساء النور مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم من أرض الصداقة والسلام، من أرض الكويت وعبر شاشة التلفزيون المجلس وبرنامجكم برنامج سراي. وأرحب بضيفي الكريم لهذه الليلة النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزان. بيعقوب مساك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج سراي. مساك الله بالخير والكرامة وحياكم الله أنتو والمجلس. الله يحييك. أول شيء مشكور على حسن الاستضافة في بيتك العامر. محصرين وياك. الله يبارك فيك. وراح أبدأ معك عمي أبو يعقوب. يا هلا. شلون تعيش حياتك الحين؟ إلى أي مدى تجد نفسك راضي عن مسيرتك الحياتية؟ والله يعني بالنسبة للرضا قد يكون جزئي، إنما هذا الجهد مبذول والمحاولة مستمرة والعمل مستمر وما انتهينا، ما انتهيت من العمل، يعني لا زلت اعمل بكل قوتي. ليش جزئي؟ كيفت الجزء يعني فقط؟ لانه مو كل مره تتوفق في ما تريده فتحصل صدمات ترجع تدور خط ثاني. هذا انما الاصل يجب ان تعمل. روتينك اليومي؟ روتيني اليومي والله أغلب برا الكويت. في الكويت عبارة عن زيارات الاجتماعية والمناسبات هذه، ماكو عمل دايركت يعني. عمي أبو يعقوب من مواليد 1944، أطال الله في عمرك يا رب العالمين. وين ولدت؟ نشأتك، تربيتك وين كانت؟ والله في فريج الوسط اللي يسمونه، اللي هو منطقة دروازة عبد الرزاق وحواليها، وبداية الأسواق وبداية هذه المنطقة اللي انولدت فيها أنا. تربيت فيها لحد 10 سنين، ثم انتقلنا شرقا يعني إلى الشرق مع تبديل ومع تثمين البيوت، فشوي شوي إلى بعدين بنيد القار، إلى بعدين نزهة، بعدين الضاحية. إيش تذكر من ذيك الأيام اللي وعيت عليها في الوسط؟ والله أذكر أنه كانوا الناس بخير نفسيا روحيا، وفي نفس الوقت يمكن المعيشة ضنكة للأقلب. عادل ولا لا؟ الحمد لله كنا خير يعني، ما عندنا مشكلة. لكن انت سألتني عن اللي اشوف، انا شفته اكيد واللي عاصرته واللي عايشته، خصوصا في عمر 10 سنوات قلت انك مكثت في في هذا المنطقه. موضوع وشوف يعني حتى اللي على شارع احمد الياب الرئيسي اللي وراه بشوي تشوف الحاله افضل. السيئه اي بالطبع، هذا الشارع الرئيسي حاله يعني زينه وراه، فيعني كانت الناس إنما روحياً أعلى من الحين بوايد. شنو الفرق؟ شو اللي تغير؟ معنا المفروض عكس عمي، يعني في ما شاء الله الحين في زمن الوفرة المادية والسهولة أمور كثيرة تغيرت يعني. ما أدري حضارياً إحنا نطلق عليها صعود المادي قابل هبوط روحي، والعكس بالعكس. صعود المادي يقابل هبوط روحي. روحي. ناحية الروحانية تقل تكش و. تلاحظ يعني أنت يمكن الكويت نموها متوازن نوعا ما، لا شوف الطفرات اللي صارت عندهم وشلون اختلوا، الناحية الروحية تضعف للأسف. يعني الطفرة المادية أو الطفرة الاقتصادية لها تأثير سلبي على المجتمع نتكلم ممكن؟ أنا أقول سلبي على الناحية الروحية. وهي مادية مو اقتصادية، ليه الحين ما سوينا شيء يعني أو استوى شيء في المناطق هذه يعني مميز، إنما
تأثر بالناحية المادية، توفرت بزيادة، اختلت، قلت الناحية الروحية. عمي بعقوب، من تذكر في هذه الأيام جيرانكم أصدقائك في هذه الفترة؟ والله أصدقاء ما شاء الله وايد شعد، إنما أذكر يعني إحنا بيوت الرزاقة، بيوت العسكر، بيوت يعني حوالي المنطقة دائرتها توصل للسوق. أنا قلت لك من البداية هذه اللي أوائل سوق الداخلي، بيوتنا القديمة كلش كذي، من الأهل من هذا. وهناك يعني بذيك الفترة في ميزة. شو الميزة؟ إن كل ريال أب لأي ولد بالشارع، هاي ما قاعدة تكرر، هذه مش موجودة، هاي الضحية الرؤية صحيح. الحين صارت عكس للأسف. للأسف إن شاء الله ما تكمل إن شاء الله. عمي أبو يعقوب، تكلم عن رحلتك الدراسية، أي المدارس تعلمت؟ تذكرها بالتفصيل بس. بشكل طبيعي الواحد الأقرب كان في ذاك الوقت بداية التعليم الرسمي الكامل، فكانت الحكومة يعني بشكل جيد، الله يرحمه عبد الله اليابر كان مسؤول التربية، فحريصين إنه يوجدون مدارس في كل المناطق، في كل منطقة يقربونها لهم. فكانت أقرب مدرسة لنا الصباح، بعدها إلى الصديق. هذه مرحلة ابتدائية، هي بستان ابتدائية. بعدين المتوسطة الصديق اللي كانوا يسمونها بالبداية ابتدائي، عقبها معهد المعلمين. معهد المعلمين، من تذكر من معلمينك مدرسينك في الصديق؟ في والله بالصديق يمكن صعب إني أذكرهم، وإن كان ملوت الرياض المميزين أيام الدنمارك وما دنمارك والاستعراضات، عبد الإله، عبد الفتاح، يعني ذيل مدرسين الرياضة. وبالنسبة للمواد العلمية يعني في ذاك الوقت لازلنا شنو العلمية ما ندري، بس المهم تكملوا الدور. بس تكمل الدور هي. إنما في المعهد تأسسنا تأسيس طيب، وكان ناظر المعهد يوسف عبد المعطي الله يذكره بالخير والله يرحمه، ما أدري صار وياه، كان من الرجال المتعلمين الأفاضل يعني. من تذكر من ربك؟ اللي أسس في مرحلة الصديق. الصديق يقول كل الفرجان هذه في المنطقة هذه، أكيد في ناس خاصة ربع خاصين وكل لك، وكلهم ربع يعني. فصعب إني أقول لك عدد يعني. اللي على بالك اللي يستحضرك الحين تذكر ويانا مثلا في الصديق مشعل أحمد كان، ومنصور الأحمد، ويعني من العائلة هذيلي، ومن الأصحاب الفريج عيال السيد عبد الصمد، منهم عيال المعرفي، منهم يعني كل الديرة. نائب عدنان عبد الصمد كان معك في صديق؟ ما أذكر عدنان، أذكر أخولي أكبر منه علي. علي المشكلة قلت لك الحصر صعب، لأنهم صعب ميكس من إفريوير، وكلنا نعتبر ربع. معهد المعلمين قلت التحقت فيه، هل سبب التحاقك جاء يعني جاء في رغبة منك عم أبو يعقوب، ولا فرض من قبل الأهل؟ هو كان تأسيس أول سنة، وهم مو عارفين يبون طلبة حقه يبون يدرسونه. احنا قعدنا نحسبها اسلوب الثانوي لا زال على الاسلوب الرديء، واحنا شعرنا ان كبرنا مو مال. فاتجهت للمعهد لتقصير مدة الدراسة، لان كانت ثلاث سنوات اصلا، بعدين عملوا اربع. يعني كان لانه كان متاح تقصد فقط لا غير؟ اي اللي اسهل، لان اسهل متاح، هذا المتوفر. هذا يعني كل الطلبة تقريبا التحقوا في معهد المعلمين؟ لا مو كلهم، لا أقصد يعني الرغبة كانت عن مجموعة من اللي شوية بالسن فازة 15-16، ذي اللي يبون يقطعون المسافة بطريقة أقصر، وفي نفس الوقت
تشجيع يوسف عبد المعطي للطلبة الليون وترحيبه، بينما أنا كنت دشيت رحت ثانوية شوي أسبوع في ثانوية فلسطين أسبوع، ما قدرت أبلع السالفة. قدمت على الجيش، أعطوني موافقة نادر ناطر الدورة، فدشيت هذه بانتظار الدورة أحد المعلمين، فهو أنكر أني أنا موجود في المعهد. شلون أنكر؟ اتصلوا فيه قال لهم ما عندنا، ما أعرف، ذكي كان الله يرحمه. احنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين مع ضيفي الكريم النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزان. فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومجدد ترحب فيكم، والترحبة موصولة بكل تأكيد إلى كل من انضم إلى تلفزيون المجلس وبرنامج أسراي مع ضيفي الكريم النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزان. عمي أبو يعقوب، تكلمنا على معهد المعلمين وسبب انضمامك لهذا المعهد، ولكن جنحت بعد ذلك إلى دراسة التربية والتاريخ. بعد ما درست 5 سنوات. بعد تدريسك 5 سنوات. أي، ما بين تربية رياضية وما 5 سنوات صار موعد الإجازات الدراسية، فأخذتها ورحت بيروت سنة، وبعدين كملت في جامعة الكويت 3 سنوات الأخيرة. ليش تاريخ؟ محب للتقارير؟ لا هذه ولا صدفة؟ لا هذه ما هي صدفة، لها قصة. من فتحت عيني وأنا عارف أقرأ، تعلمت القراية وأنا أقرأ كتب تاريخية وأحب التاريخ. يعني هذا السبب اللي خلاك يعني تتخصص في التاريخ. ونفس الوقت تربوي. تربوي إيه؟ اللي مؤسس في معهد المعلمين. معهد المعلمين مو كل مواد صحيح العادية تربوية، تقريبا نفس اللي بالجامعة. نفس الشيء؟ تقريبا. وقت يعني عملت في بداية مسيرتك العملية كمدرس في التربية الرياضية، عدل؟ نعم. أكيد استفدت من هذا العمل وفي هذا المجال لمدة 5 سنوات عمي أبو يعقوب. والله حسن جسمي و رياضي صادقت، أي الحمد لله، وصادقت مجموعة طيبة من الرياضيين، وكنا يعني مثل ما تقول ما بينهم زملاء المعهد وما بين الجيل اللي قبلنا ماسكين الأندية. كنت مدخن هذيك الفترة؟ ما توقفت للأسف عن التدخين. أنا ملاحظ عليك مدخن شهري هم أبو يعقوب. هالأيام. بس هالأيام؟ قلت لك السبب. قلت لي السبب، قلت تحت الهواء. إن شاء الله يعافيك منها ويشافيك يا رب العالمين ويقطع الكل يا رب العالمين. في عام 1974 ترشحت للبرلمان الكويتي، هل جاء هذا الترشح من باب الصدفة، من باب لا كان في ترتيب معين؟ شو اللي خلاك تقدم على هذه الخطوة؟ كان في ترتيب أني أنا قلت لك إحنا مجموعة عائلات شعرنا أننا مو ممثلين بشكل جيد، فرتبت الأمور من 73-74 كان مخطط لها، أنا اشتغلت فيها، اشتغلت فيها. فكان على أساس واحد من الأهل الكبار يتقدم، للأسف رفضوا، قالوا أنت اللي اشتغلت في الموضوع كمل، اضطريت أني أكمل يعني. جميل. في مجلس 74 أو نهاية 74 في بداية 75، عدل؟ الترشيح في 74. أيه. الانتخابات 75. ايش تذكر من هذاك المجلس؟ والله كل خير. شنو كنت حاط في برنامجك؟ أنت بنهاية كنت تسعى إلى تمثيل بعض العائلات لكم تمثيل في البرلمان، عشان لا أقول لك عندي برنامج ولا عدل. من تواجدي مع المجموعة اللي هناك ومجموعة طيبة تماما، ابتدينا ننشط في اتجاهات اللي هي خلينا نقول ما بمبادرات الحكومة أو مبادرات المجلس، يوزنها الواحد بمخه ويتجه وياها ويعمل لها. بعدها مع الأشهر ابتدى الواحد يصير عنده تصور نضوجك ممكن أكمل لما ينقصنا وما يجب أن نعمله. من كان من زملائك من النواب في ذاك المجلس أذكر؟ والله الله يرحمه خالد الغنيم كان رئيس، الله عليه، أحمد السعودون نائب الرئيس، عيسى بهمن أمين السر، يعني أذكرهم لأنهم ذيلي مناصبهم مميزة، سالم المرزوق، سالم المرزوق والنعم
وأحمد الخطيب وجاسم الأخرافي وجاسم القطامي وجاسم الصقر، يعني كلهم هم بنفس يعني ما أدري بنفس الروحية مالت الفريج القديم اللي قلت لك إياه، كنا هالشكل. وأذكر عبد الله الحمد والعصيمي وجاسر الجاسر وإسماعيل دشتي حسين معرفي جاسم القطان، يعني أطالع يمين ويسار حسين مكي كذي قاعد أحاول، عبد الله الحمد الله يرحمه ويحلى منه، ومحمد رشيد ويوسف المخلد، فكنت كلهم مجموعة. حتى الاتجاهات السابقة اللي شوية شديدة قوميا واللي شديدة تقاربوا مع بعض، صار الاتجاه كله وطني. جميل. يعني أنت مثل ما تفضلت عمي بيعقوب من يعني فكر في التمثيل البرلماني لبعض العوائل ومنها عائلتكم عائلة الوزان. أكيد أعددت لي هذه الانتخابات، شنو كان الإعداد لها؟ كان سهل سلس ولا نفس الحين؟ سلس وسهل. شنو كان المطلوب تقريبا؟ تقريبا تجميع المؤيدين في دائرة واحدة وبس. بس هذا هو؟ بس ماكو برامج أبدا. لأن البرنامج أصلا شغل الحكومة وشغل المجلس. لا، البرنامج يقصد فيه النائب أنه بالنهاية في قوانين معينة يبي يعدلها، يبي يضيفها، يبي هذا الفكرة بالموضوع. هذه من داخل المجلس. لأنك أنت مو منتمي لحزب، أنا ضد الأحزاب تماما، يعني مو منتمي لحزب، وبنفس الوقت الأحزاب اللي في الدول الانتخابية الأخرى، ما أقول الديمقراطية، الانتخابية الأخرى، هي عبارة عن الحزب ليصل للحكم. احنا هني عارفين حدنا بالحكم. يعني لغاية الآن هذا رؤيتك وهذا وجهة نظرك في البرامج الانتخابية لغاية الآن؟ بالعكس، زدت إيمانا. زدت إيمانا أنها لا توجد أو لازم مش موجودة أن تكون برامج انتخابية يعرضها النائب، يمكن أو أفكار مبدئية شيء، لكن ما ممكن إذا ما تحكم شلون تسوي تنفذ برنامج. الحكم بإيد غيرك ومستمر وثابت، والله لا يخلينا منه. آمين يا رب. بعدي بكل وضوح. آمين يا رب العالمين. لأن أي اتجاه ثاني شفنا الدنيا إلى خراب. على فكرة بس للذاكرة بالعرض، على فكرة هتلر هي ديمقراطيا انتخابيا، ماكو ديمقراطيا لحد الآن، ترى مدينة الفاضلة بعدها بالكتب. موسوليني هي بالانتخاب، ما بيقول اشتبي بعد ملوت جماعة الديت وملوت اليابان هم بالانتخاب. وين الديمقراطية في الثلاث كوارث هذه؟ ما فيها صلة أبدا، ما لها علاقة. فالديمقراطية خلها بالكتب اللي مالتها. كم دائرة انتخابية كانت في 14؟ كانت عشر. عشر دوائر. عشر دوائر. هذا المجلس خمسة أعضاء. خمسة أعضاء. هذا المجلس يعني ترشحت فيه في نهاية 74 وبدأ دور العقاد في 75. نعم. ما أكمل سنة ونصف وختم دور الانعقاد بالتراضي بين الحكومة والنواب، وما في مشاكل وما في تصادم ما في أي شيء، ولكن خلال الإجازة فوجئنا. فوجئت بقرار الحل. نعم. قرار الحل شنو بنى عند عبد الله الوزان؟ والله أنا بالنسبة لي كانت يمكن من يعني من الأشياء الصادمة، لأن لما يصير شيء لا أرى تبريراته الواحد يشد، وحزبت النواب وجمعت النواب وسوينا عريضة الاعتراض بإطار الدستور، يعني بإطار تبرئة ذمة تجاهنا غبينة هذا ولا لا، بدون أن أفهم الكلام اللي قلت لك إياه تحت الهواء هذا ولا لا، ما كنا واضحة بالنسبة لنا. الكل تقريبا كان يجهل سبب الحل في وقته، وللأسف الأغلبية لليوم.
يجهلون سبب الحل للأسف. طيب عمي بيعقوب، رغم يعني عمر المجلس القصير سنة ونص تقريبا، إلا أن هذا المجلس مجلس 74 يعني أقر العديد من القوانين المهمة. شنو تذكر من القوانين التي أقرت في ذاك المجلس؟ أنا أذكر بالتشريعية المؤقتة اللي مر علينا يمكن 12 و14 قانون، أبرزهم التجنيد الإجباري والتأمينات الاجتماعية اللي أخذ مجهود ضخم جدا. وفي كان قانون التجارة من هنا، تجديد القانون من وست سبع خلينا نقول مواد من قوانين أنجزناهم أيضا في التشريعية المؤقتة. التشريعية الأصلية ما شاء بطريقها، هذه أبرز القوانين. وهذه يعني ما أدري إذا تقيس العمر على عدد القوانين اللي اصدرت، عندكم إحصائية بالمجلس يطلع أكثر مجلس إنتاجية التجنيد، مو عشان أنا فيه بس التجنيد الإلزامي والتأمينات الحكومة تقريبا ما كانت يعني راضية على مسألة التأمينات، خصوصا كان في شد وجذب. للأمانة المجلس عاقل والحكومة عاقلة، لم تأخذ فيه جد وشد. والدليل لو دورت في محاضر مجلس الأمة تبي نقاش على التأمينات الاجتماعية ما تلقى، تلقى فقط في اللجنة. اللجنة التشريعية هي المؤقتة، المؤقتة هي تعتبر والأصل فيها هي المطبخ للقوانين. ليش كانت مؤقتة معكم؟ لأن كان في بداية موجودين جماعة عندهم خبرة في الإدارة وعندهم خبرة في الأشياء المعطلة. لو تحولت التشريعية الأصلية راح تشيل عملها الجديد. فقرر المجلس أنه يسوي لجنة مؤقتة من 7 أعضاء لمعالجة السابق بس، لا أكثر ولا أقل، لأن كل هذه قوانين قديمة تنتقل من مجلس لمجلس. فهني انتهت في هذه المفرمة. البعض يقول أن مجلسكم كان جدا متعاون، مجلس 74 كان نواب متعاونين مع الحكومة، وكان به رموز أيضا، رموز يعني وطنية عمي أبو يعقوب تاريخية، وكانت تميل إلى المعارضة، منهم الإقطامي والخطيب والمنيس والنيباري. ما في مشكلة في أنه يكون لهم ما كان رأي آخر، لكنه كان في وقتها مات عبد الناصر، انتهت الحدة القومية، مالوا إلى الاتجاه الوطني أكثر أكثر، والأخوان والوضع العام صار يعني تقارب. يعني ممكن أفهم كلامك أن وفاة جمال عبد الناصر هي من أطفأت وتيرة المعارضة ومالوا أكثر إلى الوطنية، فعشان كذي كان في تعاون؟ لا شك أن وفاة عبد الناصر هزة كبيرة على الوضع العربي كله، وفي نفس الوقت ذهب من يرى أن القومية كل شيء والباقي يتأخر. فصار أيام السادات تلاقت شوية الأمور، وحتى تلاحظ الكتل الدينية ردت طلعت، فصار الوضع عادي. احنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام مع ضيفي الكريم النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزن. فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في برنامج إسرائي وضيفي الكريم النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزان. عمي أبو يعقوب، بعد قرار الحل الصادم والمفاجئ لنواب مجلس 74، مثل ما تفضلت يعني قابلتم هذا القرار باعتراض مكتوب وعمل جمعته مجموعة من النواب، بتكلم عن ردة فعل الحكومة تجاه هذا الاعتراض. والله في البداية تقبلوا الكتاب بشكل طبيعي، يعني اللي وقعوا على الكتاب حوالي نص المجلس يعني. ليش مو كله؟ مو كل واحد له ظروف الخاصة اللي قد تقتضي عدم الإغضاب، عدم الزعل، عدم
فكل واحد وعذره. إنما إحنا كنا نبي نبري ذمتنا تجاه الناخبين، كلهم مش فاهمين حاجة ولا متصورين أي شيء، وبنفس الوقت حل يعني من باب إبراء الذمة بشكل أو بآخر، ليس الاصطدام، لا إبراء ذمة أمانة. ما كان صدامي، بالعكس بالديوانية كل العب وياهم والحكومة. إنما الحكومة بعد فترة صار مسألة ولاية العهد ووفاة الله يرحمه صباح السالم عهد المبروك هذا، فهني ابتدى نوع من التنافس لإثبات القدرة على التأثير على النواب، فأثروا على كم واحد أصحابه وتواقيعهم. هل كان المجلس أو مجلس الأمة الكويتي وقرار مجلس الأمة الكويتي مع نوابه قرار مؤثر حتى في الشأن الإقليمي؟ والله أمانة لما يتمتع به من ديمقراطية ومن هذا موجود، وناس وايد يعني حوالينا يضربون فينا المثل، فقدناه في ذيك الفترة، ولكن خلينا نقول تأثيرنا لازم يكون على قد حجمنا بعد. يعني الكويت دولة بسياستها الخارجية وسياستها الداخلية والهدوء اللي تتمتع فيه في أي أكشن، يعني أكت ورياكت، كانوا على هدوء، فمأثرين في هذا الباب. إنما إحنا جزء نتخصص فيه إنه وطن، والباقي إحنا جزء من الأمة العربية، جزء من الأمة الإسلامية، جزء من الإنسانية، جزء يعني ما عندنا شيء نقود فيه العالم، إحنا جزء من كل، من كل. إنما خصوصيتنا الوطن، ما نتقبل يعني، أو أنا شخصيا أقول لك لا أتقبل لأن تأثير القومية يطغي علي، ولا الديني ولا حتى الإنساني، لأن ما يبقى لي وطن، إحنا بوطننا. جلت وسافرت في بلدان كثيرة من خلال عملك البرلماني ومع وفود، نبي ذكريات منها أو بعضها، وزلزال الصين شنو قصته؟ الله لا يبارك في الليلة، ليلة ما مبروك هذه. لا والله ليلة سيئة هذه. أنا سافرت مع الوفد البرلماني إلى إنجلترا مدة أسبوع، كان على حقوق المرأة، مع حقوق تولى الأمور الأخ عبد الله النيباري، إحنا ما ندري يدد وياه. بالصيفية اللي نحل فيها المجلس كان الظاهر في ترتيبات مع زيارة كوريا الشمالية، شوف الصين، إندونيسيا، اليابان، يعني شرق آسيا، فيدلك على أنه شنو دور المجلس وتواصله والحكومة الكويت عموما، الا يعني كيم إيل جونغ لليوم ديره ما حد يروحها. ورحنا الى الصين، ومن الصين الى كوريا الشماليه، واجتمعنا وياهم وقابلنا كيم إيل جونغ وعليك الحساب. يعني هذا ما هو عبد الوزان، هذا الكويت اكيد. وبالصين اللي الحين اتذكر كان رئيس جمهوريتهم يقول لا تطالبونا في دعوة من الدعوات، يعني عمل لا تطالبونا بأي شيء ثاني، يكفي احنا قادرين نوكلهم لقمة ونلبسهم هالبدلة. هذا كلام رئيس الجمهورية، رئيس جمهورية الصين الشعبية، يعني في ذاك الوقت نتكلم 76 بعد ما تفرط الصين. بالطبع لما يلبس ويشبع ويسكن يبتدي يفكر، صحيح، وهاي اللي انت تشوفها الحين الصين وفي اندونيسيا. زلزال الصين شنو قصته؟ هذه بردتنا من كوريا كان على اساس ليله واحده وطيارتنا ثاني يوم، والله كلنا نمي. انا اشوف الناس تصرخ وهذا، قلت اول فندق؟ لا والله في دار ضيافه مالتهم الخاصه. في دار ضيافه؟ نعم. أشوف أنا نومي ثقيل،
يروني بالريلي. قعدت طرست مخباتي لتشي وباكيت الجقاير، احكي شو السالفه؟ ما مر علي زلزال من قبل، ما حسيت بشيء؟ انا شخصيا لا، حسيت ان السرير هذا بريول ماكو الحديد يضرب من زاويه لزاويه، بس ما تعبت يعني، تعبانين من الطياره ومن الارهاق الرسميات ايه. وهذا طلعت ولا الباجي كلهم بلباس النوم ويانا حريم، يعني شكو خير؟ قالوا يعني كل هذا انت بطل؟ قلت اي بطل؟ ماني 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 حاسب شيء. شكو؟ والله مثل هالكرسي اللي انت قاعد عليه، يا بولنا الجماعه خدمونا خدمه طيبه، كراسي وما شنو قاعدين بالحديقه. جات التوابع، التوابع قطتنا بالكراسي. من قوتها. من قوتها، هاي التوابع. عاد عقب يمكن 8 أو 9 سنين طلعوا تقرير ان هاي الزلزال كان قريب من بكين تنقشان منطقة قوتها 7 أو 8، وماتوا في ذيك الليلة 500,000 انسان. 500,000؟ بس الصين ما قالت الا بعد 3 سنوات، والمدينة العادة تبنى مرة ثانية من كثر الدمار بنوا جنبها. ما قلتوا خلنا نمشي نفس الليلة؟ احنا طيارتنا الصبح. اجل ما قلتوا خلنا نبكر طيارتنا على الأقل؟ مين ما نقدر. ما في مجال. ماكو ذاك الطيران اللي هاي كانت الطيارة الإيرانية تطلع من طهران بكين بكين طوكيو. ف والله لملمنا أغراضنا كذي ما أدري شو اللي بسنا. والمطار. وبالمطار نبى يقعدونا داخل الصالة نبى يقعدونا برا. ليش؟ من التوابع. من التوابع، خوفا ان المبنى ينهار. ينهار. عمي يعني قرار الحل الصادم لمجلسكم مجلس 74 دعا بعض النواب الى اعتزال العمل السياسي، ولكن انت استمريت وترشحت لفترتين ولم توفق فيها. والحمد لله. والحمد لله. ليش ترشحت اولا؟ الترشيح الاول سنة 82 لتثبيت عملية خلينا نقول الثقافات أو الاتجاهات، وكانت الدوائر تحولت إلى 25 دائرة. فأنا ويا من اللحظة الأولى اتفقنا يعني، لأن الموضوع ما كان انتخاب. شنو كان هي؟ كان خلينا نقول تحديد مواقف. تحديد مواقف. مواقف حق منو؟ مما يجري في المنطقة. تحديد مواقف حق منو؟ للحكومة؟ لا، لنفسك، لجماعتك، لمنطقتك. نحن موجودين. أن هذا رأي آخر يرفض هذا. تخسر تربح، ما هي الدنيا كلها مخلصة، إنما لازم يكون لك وضوح. كنت شايف حظوظك ممكن تنجح ولا كنت متوقع عدم النجاح؟ والله لم أهتم في الموضوع أمانة. إذا إثبات وجود إحنا موجودين مثل ما تفضل، وضغطنا في كل عمل انتخابي طبيعي، وحوربنا من دول و لأن كان المطلوب أن يثبتون جماعة الكويت في اتجاه واحد. الترشح الثاني؟ الترشح الثاني كان بعد التحرير سنة أعتقد 92، وكان هذا أعتقد أنه سجل حتى كلماتي، كان عبارة عن محاولة الاتعاظ بما حصل والحماية مما سيأتي. وانتهى يعني في 4-5 محاضرات هو هذا البرنامج على أساس أسمع أكبر قدر، ما أقدر أقابل كل الناس. فكانت الرومانسية الكتلة اللي ضدي أكبر أعرفها، لكن الناس أكثر، فقلت خل نسمع، خلي مسموعون. وصدقني عقب الانتخابات بيومين أو ثلاث بعد ما سوينا عشاء 3 ليالي، انتبه كل الانتخابات تنتهي العشاء والعزايم تصير، لأنه مش انتخابات هذه،
انه فايز خاسر، لا، مبدأ تطرحه وتمشي فيه. لا زلت متابع للسياسة؟ متابع قصبا علينا، السياسة إدارة الدنيا علينا. متابع بشغف ولا بحظ؟ شغف لا، ولكن الوقت صار أكثر فتضطر أنك تتابع أكثر. الوقت صار أكثر؟ يعني الوقت فراغ. الفاضي الفراغ اللي بالتالي تتابع أكثر. وللأسف للأسف ما أراه يؤكد أن هذا العالم الانتخابي لن يأتينا وايد بخير. الانتخابي لن يأتي بخير؟ لا، لأن هذا احنا اليوم انتخابات بروسيا وانتخابات في مصر وانتخابات في تونس أعتقد على الطلة، وكلها تنتج بالنتيجة يا أما واحد صالح أو طالح. صحيح. إن طالح صار لك دكتاتور وضربت لك مثلين ثلاثة، وإن صالح قد يستطيع وإن كان بالانتخاب تعطي نوع من العرجة شوية. لست ضد الانتخابات بس أقول لك النتائج مالتها. ما شاء الله أنا لاحظت يعني رؤيتك للعمل السياسي أو حتى مشاركتك في العمل السياسي لخصت لك هذه يعني المبادئ العامة في السياسة. عمي أبو يعقوب، ودي معك أستكمل أكثر لكن دهمني الوقت. كل الشكر والتقدير لك، أكرمك الله، استضفنا في بيتك. عسى الله يحفظك ويطيل في عمرك، والله نلتقيك إن شاء الله في حلقة قادمة. الله يخليك ويسلمك، وإن شاء الله تصل لنا مقابلات بإذن الله حق الفضفضة السياسية بإذن الله الحقيقية الواضحة بإذن الله. إذا وصلنا معكم إلى الختام مشاهدينا الكرام مع ضيفي الكريم النائب السابق عبد الله يعقوب جاسم الوزان. لقاء جديد يجمعني فيكم في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.